جولة مراسل شبكة شام بالقنيطرة وتحديدا من كتيبة الدرعيات المحررة على يد أبطال الجيش الحر. بسم الله الرحمن الرحيم. تم تحرير كتيبة الدرعيات على يد أبطال كتيبة أحفاد بن الوليد ولواء الحرمين الشريفين وأحفاد لواء أحفاد الرسول، وتم قتل كل العناصر وتحرير السرية بالكامل واغتنام كافة الأسلحة. الله أكبر والحمد لله. هذه هي بقاياهم، بقايا شبيحة النظام. هذه هي خرابيقهم. بقايا شبيحة النظام. طبعا هذه الخنادق كانت ملغمة بالكامل. هذه الكتيبة على بعد 500 متر من الشيك الإسرائيلي، وهذا هو تل الفرس. بعض مهاجع عصابات الطاغية وبعض الضباط خنزير بشار صاحب حسن نصر الله الكلب. أينك؟ وين بدك تروح؟ وإذا روسيا توقف معاك، مين يوقف معاك؟ بدنا نجيبك بإذن الله. إحنا أمته لمحمد بإذن الله.
لهم مشاهدينا بتكون انتهت حلقة اليوم، نشوفكم بكرة بنفس الموعد بأمان الله.